سلام. اول حاجه بنتمنى لكم الخير، ليكم ولحبايبكم، وربنا يسلمنا جميعا من كل شر. تاني حاجه، قررنا ان احنا نعمل محتوى فيه معلومات عامه ومتنوعه، وهنرجع تاني نتكلم عن مواضيع الحرب العالميه الثانيه وكل الحاجات المتعلقه بيها. النهارده هنتكلم عن اقدم وثيقه في بلاد الغرب بتتكلم عن الحريات وحقوق الانسان. الوثيقه دي عمرها اكتر من 800 سنه، يعني كتبت في القرن ال 13 في انجلترا، ومشيت عليها امريكا بعد Declaration of Independence، اي اعلان الاستقلال، دول تانية كتير. اسم الوثيقة دي ايه؟ الماجنا كارتا. تعالوا نحكي الحكاية. يقال انه الملك جون من اسوأ الحكام في التاريخ. مين هو الملك جون؟ الملك جون يبقى ابن هنري الثاني وإليانور دو أكيتان. واخو مين يا ترى؟ ريتشارد قلب الاسد، هو بتاع الحملة الصليبية الثالثة. وجون يتقال فيه والة في الشجاعة والجدعنة والاخوة. اثناء رجوع ريتشارد لاوروبا تم أسره من قبل الديوك ليوبولد، وبعدين سلمه للإمبراطور هنري السادس. مفروض بقى جون سمع ان اخوه اتأثر، او يعني قبضوا عليه بشكل مهين جدا، يعني مفروض دول ملوك انجلترا، يقوم ويقوم له جيوش ويدخل معارك علشان يفك أسر اخوه. انما جون قال لهم يا جدعان اخويا ده اللي عندكو؟ قالوا له اه. عايز حاجة؟ لهم لا خالص، خلوه عندكم، احنا نفسنا مش عايزينه. المفروض لما ريتشارد يخرج من سجنه يعلق جون، يعني مفيش حد يعمل كده ابدا في اخوه. انما يعني ريتشارد نفسه اصلا سطى على الحكم من ابوه، فهما عيلة كلها ما يعلم بيلا ربنا. لما الناس سألت ريتشارد ايه اللي انت عملته ده، انت مش تعمل حاجة في جون ولا ايه ده، خاين؟ قال لهم لا، جون ده راجل صالح واخ صالح، مستشاريه هم اللي اشرار. لا، هو عنده حق قوي، مستشاريه فعلا اشرار، يعني ده طلع ريتشارد قلب القمر مش قلب الاسد. جون الاخ الصالح استخدم صلاحياته في الظلم وتعدى على حقوق الغير، ومن افعال جون الظالمه حدث ولا حرج. تخلى عن اخوه، حبس مراته، قتل ابن اخوه ارثر كان عنده 16 سنه، اغتصب بنت باران اسمه روبرت، وباران قال له لو عثرت فيك هتشوف انا عامل فيك ايه، وكان بيجمع معارضيه يدخلهم السجن بدون محاكمه ويجوعهم حتى الموت. تولى الحكم سنه 1199، وبعدين راح داخل حرب ضد فرنسا كان بيحكمها الملك فيليب اغسطس. كان جون منتصر في الاول، حلو حلو، وبعدين بدا جون ينهزم هزيمه ساحقه وخسر نورماندي، وده طبعا يعتبر عار، يعني ده ميراث الاجداد راح ضيعه كده بسهوله. فحاول ان هو يرجع نورماندي وفشل برضه، وخسر خساره فادحه. كان ساعتها النظام ان البارونات اللي حواليه كل واحد عنده املاكه الخاصه واراضيه وجيشه الخاص، فاي حرب من الحروب اللي هو كان بيدخلها بشكل عام يعني كان بيكلم البارونات فيبتدوا يحركوا له الجيوش لصالح الخطه اللي هو مخطط لها. جه يقول للبارونات يلا عايزين ندخل حرب، قالوا له نجيب لك منين؟ سيفيني، انت خلصت اكلت الاخضر واليابس خلاص، وبعدين موتت لنا جنود في الحرب وضيعت لنا فلوسنا على حاجه ملهاش اي لازمه. قال لهم بجد فكره هايله، احنا نبتدي بقى نطبق ضرايب علشان برضه هاخد منكم فلوس. ابتدوا بقى يبصوا حواليهم كده، اللي هو ضرايب احنا اللي ندفعها؟ احنا بنقول لك معناش فلوس وهتدفعنا ضرايب؟ لهم اه، واللي مش هيدفع هاخد الفلوس غصب عنه او هسيطر على ممتلكاته والاراضي اللي عنده. الحقيقه جون من كتر ما هو كان بيعث في الارض فسادا الناس ما كانتش طايقاه، يعني ما كانش في حد هيقف يحارب قوي او يعني يدافع عنه قوي، غير يعني الناس اللي كانت في القصر الملكي، يعني برضه الملك وكل واحد ليه مصلحه، انما يعني واحد ليه شعبيه وناس بتحبه وكده ما كانش حاصل الموضوع ده مع جون خالص. فالبارونات اتكتلوا عليه وقالوا بس احنا هنكتب بقى شويه بنود كده ويمضي عليها، ولو ما وافقش وما مضاش هنسيطر بقى احنا على القصر الملكي وهنشوف بقى اي حد يخطف لنا جون ده عشان احنا مش طايقينه خالص. وفي 1215 جابوا جلد ماعز وبداوا يكتبوا في بنود ونقاط علشان يحموا حقوقهم. حاليا طبعا الوثيقه دي غير مقروءه غير المتخصصين، لان اللغه اللي كانت مستخدمه مش مفهومه دلوقتي اطلاقا. اول بند من البنود انه الملك تحت القانون مش فوقيه، وسلطاته محدوده مش مفتوحه كده وحر يعمل اللي هو عايزه في اي وقت، والحفاظ على حقوق البارونات وعدم التعدي عليها اطلاقا، الحد من المطالبه بالمبالغ الماديه من البارونات، مش جماعيه هي، والملك ملوش ان هو يسجن حد كده من نفسه،
ولو حصل لازم يكون امام قضاء وبتهمة واضحة، مش اي حد يجيبه من الشارع يدخله السجن ويعذبه لحد ما يموت. تفتكروا الموضوع هيعدي على جون كده؟ يعني يقولوا له ان احنا هنلزمك بقانون معين كده وهيسكت؟ لا طبعا، حاول يفلفص منهم، لكن هم زغروا له زغرة طويلة شوية فجاب ورا وقال طيب هفكر في فكرة تانية. اللي هي ايه؟ راح للكنيسة قال لهم بصوا انا معرفتش ارفض الوثيقة، عندي امل واحد ان انتوا اللي ترفضوا الوثيقة بالنيابة عنه. حتى الكنيسة ما سلمتش منه، اول ما مسك الحكم كان عايز يزق واحد تبعه في الانتخابات بتاعة الكنيسة، فقالوا له لا ما بتمشيش كده. فلما راح يقول لهم ارفضوا الوثيقة، الكنيسة كان عندها مشكلة، انما الكنيسة عقلة مش هتقف يعني قدام الملك مع شوية متمردين من البارونات، قالت برضو تحافظ على برستيجه حتى لو هو اسألهم وخبط فيهم شويتين. وكان ساعتها المسؤول عن الكنيسة بوب إنسنت الثالث قال البارونات لا ما ينفعش، مش هينفع ان احنا نوثق ونوافق على الورقة اللي انتوا كاتبينها او الوثيقة دي. البارونات قالوا له ايه؟ فهموا بقى اللي جون عمله، قالوا بس انها الحرب. يروحوا البارونات ينوا النية، خلاص بقى مفيش قدامنا غير حل، الحرب ضد القصر الملكي، وتسمت The First Baron's War، اي حرب البارونات الاولى. طبعا هما مش هيروحوا يعني يهاجموا او يحاربوا الكنيسة، هما فاهمين الكنيسة بتحاول انها تبقى دبلوماسية وتهدي الامر مش تبوظه اكتر ما هو بايظ. الكنيسة لقت الحرب قامت بسببها، قالت لا هو انا مفروض بهدي الامور مش حرب بتقوم بسببي، فقالت خلاص خلاص. في اغسطس 1215 وافقت وصدقت على الوثيقة، وافقوا على الوثيقة، وجون اصلا ذات نفسه مات في 1216 وابنه اللي مسك الحكم. الحرب بقى تهدى كده والناس تقعد في حالها؟ لا، هم الظاهر كانوا شايلين في نفسهم جامد، فاستمرت حرب البارونات دي سنتين تانيين كاملين يعني بعيد عن احداث الماجنا كارتا. فالماجنا كارتا طلعت بشكل رسمي بعد وفاة جون، وكمان كان مشترط فيها انه الملك ما يقومش باي حاجة غير لما يرجع لمجلس استشاري مكون من 25 عضو من البارونات، وده كان الحجر الاساس لمجلس الشعب الانجليزي، من هنا طلعوا بالبرلمان، واصبحت وثيقة الماجنا كارتا هي حجر الاساس للدستور الانجليزي. واكيد النسخة الاخيرة مش اللي طلعت في 1216، الماجنا كارتا قعدت تتعدل لحد 1297 يعني طول القرن ال13. قبل ما تتطور الماجنا كارتا في كلمتين لازم يتقالوا، انها لما طلعت او كتبت اصلا كانت للحفاظ على حقوق البارونات مش حقوق الشعب، لانه الشعب وقتها كان بيشتغل عند البارونات شبه مستعبد يعني، فبدايتها اصلا كانت لطبقة النبلاء، فدي اساس الدستور البريطاني ومنها الدستور الامريكي بعد Declaration of Independence اي اعلان الاستقلال الامريكي، واقتبس منها في الدستور الاسترالي، والاستراليين كانوا بيحتفلوا مع الانجليز بمرور 800 سنة على الماجنا كارتا في 2015. ومنها صدر The Universal Declaration of Human Rights اي اعلان العالمي لحقوق الانسان، واللي بينص على حرية التعبير عن الرأي وحرية اعتناق الاديان وحرية الفرد ككل. فأمريكا لما تطلع دلوقتي وتقول ان هي بتكفل حرية الرأي واعتناق الأديان، الإنجليز يقول لهم ماجنا كارتا. لما أمريكا تتكلم عن المساواة وإنها ضد العنصرية، الإنجليز يقول لهم ماجنا كارتا. لما يتكلموا على إنهم بيتصدوا لأي ديكتاتورية لأي حد في العالم وهم اللي بينقذوا الشعوب، بريطانيا تقول لها ماجنا كارتا. وكمان لما تعمل أفلام تطلع فيها السوبر هيروز بيرمزوا لأمريكا إن هم اللي بينقذوا العالم، بريطانيا بتقول لها ماجنا كارتا من 800 سنة. ودي حكاية أقدم وثيقة للحفاظ على حقوق الإنسان في بلاد الغرب. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.